تعالي يا حبيبتي. يا حبيبي يا سليم، يا حبيبي. مش قادرة أصدق اللي بيحصل يا ماما. حاسة إني في كابوس ونفسي أفوق منه. ربنا كبير يا بنتي. أخوكي عمره ما عمل حاجة وحشة. ربنا مش هيسيبه. دول من جبروتهم حابسينه في معسكر الأمن اللي كان شغال فيه. دول لو قاصدين يكسروا نفسه مش هيعملوا كده. مش أحسن ما يقعدوا مع المجرمين والحرامية. ترى بتعمل إيه دلوقتي يا سليم؟ خلي مراد لحد بكره، الدنيا مش هتطير، لما تصدقها ترفع بيها اللي روح. يا رياض ما تسترجل شويه، واحنا بنعذبك هنا. اه بنعذبني. اه بنعذبك؟ اه سليم بتعذبني الصراحه، انت عارف ان ورايا جواز وهم ما يتلم، وبعدين ما انا خلصت شغل، هقعد بقى في ام المخروبه دي اعمل ايه؟ انت بتحسسني بكلامك اللي شغال على البحر. يا ابني افهم، عشان تدي شغلك لازم تحبه. انت مصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا بحب العساكر وبحب المكان ده كل حته حته، شايف الواد الغبي اللي هناك ده؟ برضه بحبه اخر رغبه غباوته دي كلها. يا عم ربنا دي المحبه، وانا بتحب في العساكر، انا اخر حب خطيبتي ابويا وامي. مفيش فايده. عمرك ما تتعلم مني حاجه. مين اللي قال لك كده؟ انت اخويا الكبير ومعلمني كل حاجه كمان، بس بيني وبينك مش عاوز ابقى زيك الصراحه، سيبني اعيش يا عم وهناك، يا عم انا عاوز اعيش. ماشي اخويا انا خليك تعيش، بس مبدئيا هنا ناس من سليم بيه، مش سليم بس، فاهم ولا لا؟ قوم يلا. لا يا راجل، الله الله الله، خد الصغيره اضربه طيب. خير يا فندم، بلغوني ان ساعتك عاوزني. انا ما استغناش عنك ابدا يا صلاح. عارف لو انا عندي 10 ضباط زيك ما شيلش هم ابدا، لكن للاسف ما عنديش الا صلاح الطوخي واحد بس، عشان كده هحملك شغل العشرة. ربنا يعزك يا فندم. انت سمعت اللي حصل في اسم العمرانيه؟ لا ما سمعتش تفاصيل، لكن سمعت عن الموضوع. انا عاوزك تمسك القضيه دي يا صلاح، القضية خطيرة جدا وفيها أطراف كتيرة ومحتاجة واحد شاطر زيك يتعامل مع الموضوع بحكمة وحسم. إن شاء الله هكون عند حسن ظن سعادتك يا فندم. إيه الحكاية بالظبط؟ أنا هحكي لك كل حاجة بالتفصيل. اغصى عليك يا سلمى، كل ده يحصل من غير ما تقولي لي؟ طب وهو عامل إيه دلوقتي؟ طيب طيب أنا مسافة السكة وهكون عندكم. ايه يا فريده انت فين؟ يلا عشان مش عايزين نتاخر على الميتنج. ياسر كويس ان انت جيت، معلش انت هتحضر الميتنج لوحدك، انا لازم امشي دلوقتي حالا. فيها فريده مالك؟ عندي امرجنسي ولازم اتحرك معلش. يا ماما حصل لها حاجه لا سمح الله؟ لا 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 ماما كويس، بعدين بكره بكره هفهمك اوكي؟ هو سعادتك تعرفه بشكل شخصي يا فندم؟ يعني خدم مع سعادتك قبل كده؟ في الحقيقه لا يا صلاح، بس انا حققت معاه قبل كده لانه ضرب واحد وكان هيموته، بعدين نقلته اسم العمرانيه. نفتوه بقى. انت عارف الجماعه بتوع العمليات الخاصه بتبقى ايديهم تقيله شويه. لا ده مش اسمه تقول خالص يا فندم، ده اسمه بلطجه. بص يا صلاح، في اتجاه هنا دلوقتي ان بعض الزملاء يداروا ويحموا زمايلهم. ما الكلام ده كان زمان يا فندم، دلوقتي ما عادش في حاجه بتستخبى، ولو دارينا على سليم واللي زيه هيبقى شكلنا وحش قوي. معاك حق يا صلاح، عشان كده موضوع سليم ده صعب جدا، واللي يقرب منه هيتأذي. ده غير بقى ان الموضوع داخل فيه اطراف كتيره جدا، نواب وناس ايديها طايله، ده غير بقى الميديا والزفت اللي اسمه الفيسبوك. عشان كده صلاح انا عايزك تمسك القضيه دي. مفهوم يا فندم. من ناحيتنا يا فندم عملنا اللي علينا، وسيادتك عارف الاجراءات. انا طلبت تحريات عن واقعه من تفتيش الداخليه. خد بس ان محضر التحريات يتلاقي فيه. لا تحت امرك يا فندم.
لا انا ابلغ سيادتك بالجديد على طول. ماشي يا فندم. ماشي. في حفظ الله. مع السلامة. مع السلامة. سلام. سلام. ادخل. فك يا ابني الكلبشات من ايديه. اه امشي انت. افتح يا محمد محضر جديد. وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم نشوف له محامي كويس. ايوه يا فريده بس احنا مش بنفهم حاجه في موضوع المحامين ده. ما تقلقيش طيب، سيبوا عليا انا الموضوع ده، انا هعرف اتصرف فيه. اهم حاجه بس دلوقتي موضوع الزياره، لازم نعرف هنقدر نشوفه امتى. ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفيش يا سلمى؟ هنفضل سايبينه لوحده كده؟ ده تلاقيه يا حبيبي هيتجنن من كتر التفكير. ده غير انه اكيد محتاج لبس واكل والحاجات دي. طيب خلاص انا ممكن اكلم المأمور او حد من صحابه نفهم منه كل حاجه. ضروري يا سلمى تعملي كده. مالك يا طنط ساكته كده ليه؟ ابدا يا بنتي، بركه فيكم انتوا عاملين حساب كل حاجه. ما تقلقيش يا طنط ان شاء الله ازمه وهتعدي. يا رب. انا عارفه الدنيا كلها ابتلاءات. سلمى خدي فريده حبيبتي وخشوا المطبخ اعملوا لكم حاجه تاكلوها، وانا هخش اريح شويه ولما اصحى باكل. حاضر يا حبيبتي. يا رب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سلمى انا قلقانه على امك. ليه يا بنتي ما هي كويسه اهي؟ ما هو ده اللي قلقني. دي عامله كانها لا حاسه ولا دريانه باللي حصل لسليم. وانت هتتوهي عن ماما؟ هي كده عشر رجاله في بعض، ما بتتهزش حتى لو الدنيا كلها اتطربقت من حواليها. مش عارفه. يا رب يا رب عيني على نفسي يا رب. والنبي زي ما بقول لسعادتك كده، هو ده اللي حصل بالظبط. بس انت ما عندكش اثبات على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ محدش شاف زلطه اللي انت بتقول عليه ده؟ يا بيما ما فيش غيره جالي المستشفى، وانا رحت للمريض عشان اديله الحقنه، رجعت لقيت الدولاب مكسور. الكلام ده لا يقدم ولا اخر يا ابراهيم. المفاتيح مفاتيحك، والعهده عهدتك. انت عارف دي ايه؟ اتجار في مواد مخدره، وقضيه اختلاس. عارف عقوبتها قد ايه؟ على الاقل 15 سنه. قسما بالله يا بيه وحياه عيالي مانا. طب انا بيه معايا المفتاح، هكسر الدولاب ليه؟ من غير حلفانات يا ابراهيم. احسن حاجه تعترف بسرقتك للعهده، وتقول بعتها لمين؟ يمكن يحسن موقفك شويه. يا بيه انا ما سرقتش حاجه، انا زي ما بقول لك يا بيه انا رحت اشوف المريض، اكيد ولاد الحرام ومفيش غيره زلط هو اللي جه زارني، كسر الدولاب وخد الحاجه. براحتك. اكتب يا ابني. يحبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق ويراعى التجديد في الموعد القانوني. خير
خير يا معلم حسني؟ خير يا سميح، ما تخافيش. مش المعلم حسني الضبع اللي تهجم على الولايه في نصاص الليالي. واللي بيحصل ده تسميه ايه يا معلم؟ هي دي برضو اصول الرجوله؟ سميها زياره، زياره ونصيحه. دلوقتي؟ اه، اصل النصيحه ما تحبش الفضيحه، تحب الستر. مش كده ولا ايه؟ والرجوله بقى اللي بتتكلمي عنها دي جوزك ما يعرفش عنها حاجه. لا معلش يا معلم، انا جوزي ارجى الراجل. الراجل اللي ما يخافش على بيته وبناته ومراته ما يبقاش راجل. وانا نبهت عليه مره واتنين وعشرة، ما سمعش الكلام. تقوليش يا اختي زهقان منك وعايز يخلص. انت عايز مننا ايه؟ انت ما كفكش اللي جرى لنا من تحت راسك؟ تحت راس انا؟ تحت راس جوزك. وعموما بقى عشان انا ابن بلد ومش عاوز العيبه تركبني، قلت اجي انبهكوا لاخر مره. وبعدها بقى يبقى عداني العيب. وربنا بيقول ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فاهمه ولا اقول تاني؟ حرام حرام. مات الكلام يا سميحه. عقلي جوزك وخليه يسترجل. وفهميه ان انتوا ولايا. ربنا يستر على ولايانا. خاف على نفسك يا سميحة، وخافي على بناتك، والأذية ليها ألف باب. سلام. وأنا أقول لك من غير سلام. يا أنكل مش هينفع كده، يعني ولا عشا ولا افطار. ايه هذا؟ في ايه؟ أنكل يا صلاح مش عايز ياكل خالص، ومش عارفة أعمل ايه في الأدوية. لا سيبهولي بقى. أمال الولاد فين؟ الولاد في المدرسة. طيب روح أنت. صباح الخير يا عم اللواء. صباح الخير. ايه بقى؟ تتعب غدا ليه؟ تقول انك مش عاوز تاكل ولا تاخد الادويه. لا احنا مش عاوزين كده. انت لازم تاكل وتاخد الادويه. بص انا عندي ليك حكايه مهمه قوي، بس مش هحكي لك عليها غير لما تشرب الاول. اشرب. لا ما انا مش هحكي لك غير لما تشرب الأول. يلا. ها. أيوه. شوف بقى يا سيادة اللواء، الحكاية اللي عايز أحكيها لك عن واد ظابط شايف نفسه قوي، طالع فيها لفوق قوي. قبض على واد صغير وقعد يضرب فيه ويعذبه لحد ما مات فيه. لا مؤاخذة يا سليم بيه، ده حد حضرتك ما اكلتش العشاء؟ ماليش نفس. ينفع حد يجيب لي سجاير ولا ممنوع؟ حتى لو ممنوع يا فندم، أوامر سعادتك، احنا كنا لحم اكتفنا من خير حضرتك. خد الأكل ده معاك، اديه لأي حد ياكله. والله شدة وهتزول إن شاء الله، ما تزعلش نفسك. امسك يا سناء. ايه ده حك؟
امسكي يا سناء، انت هتتكسفي مني. خدي يا شيخه احنا اهل، خدي. مش عايزه فلوس، مش عايزه فلوس، انا عايزه ابني، عايزه ضنايا. دم ابنك وحقه في رقبتي يا سناء. طب وغلاوتك وحق جلال الله ما هدى ولا يهنى لي بال الا لما الضابط اللي عمل في ابنك كده ده يتحبس. هو يعني حبسه هيرجع لي ابني؟ لا يا ست سناء، بس هيبرد نار قلبك وهيبرد نار الواد في تربته. بقول لك ايه، انا الحاج موصيني وصيه جامده قوي، انا هاجي بكره واخدك من ايدك كده ونروح الشهر العقاري، تعملي لي توكيل وانا هتولى القضيه بنفسي. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا سناء عشان ربنا ينصرنا. قلت لا اله الا الله، بس انت ذنبك ايه حاج تغرم ده كله؟ استغفر الله، استغفر الله يا ست منى. ده يعلم ربنا ان ندى الله يرحمها كانت زي بنتي بالظبط، زي ما سياد الله يرحمه كان زي تامر ابني بالظبط. يعلم ربنا انا كنت مستني اليوم اللي هتتجوز فيه عشان اقف لها بنفسي واوصلها لبيت عريسها بنفسي. طب هنعمل ايه؟ حمار. بس باذن المولى، باذن المولى انا مش ههدى ولا يهنى لي بال الا لما اخد بطرهم هما الاثنين. ربنا يخليك يا حاج. وزي ما قلت لك يا حاجه، مصاريف جنازتهم هما الاثنين عندي ان شاء الله. الليله دي هعمل صوان كبير واقف فيه انا وابني وناخد عزاهم هما الاثنين. استغفر الله العظيم ونادي الحرام، حرمتي من بنتك وكانوا عايزين يشيلوها لابني ويحرموني انا كمان منه، لكن اراد المولى عز وجل انه يكشف ملاعبهم ويترد مكرهم عليهم. استغفر الله العظيم. كنت عايزه. اتفضلي يا حاج. ايه ده يا حاج؟ مستوره والحمد لله مستوره. يا ولية امسكي، احنا غرب، احنا اهل. امسكي مال. انا عارف ان ندى الله يرحمها كانت هي اللي شايلاكي وشايله البيت كله، وانا وعدك يا حاج ان اول كل شهر هيوصلك واحد من صبياني يسلمك ظرف زي ده وانت قاعده مكانك معززه مكرمه. واي حاجه تحتاجيها يا حاج ما ترتبطيش بوقت، اي وقت اطلبيني هتلاقيني عندك في دقايق. اي والله. بالنسبه للقضيه ما تقلقيش خالص يا حاج، انا اتفقت مع الحاج ان انا هتولى القضيه بنفسي ومن غير اي اتعاب. كل بس اللي مطلوب من حضرتك انك تروحي الشهر العقاري وتعملي لي توكيل، وباذن الله باذن الله هجيب لك حقك من اللي عملوا فيها كده. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا حاجة، قولي اتفقنا وان شاء الله ربنا هينصرنا. انا قريت المحضر لكن للاسف موقف سليم بيه سيء للغايه. يعني ايه؟ وما احنا جايين لحضرتك ليه؟ كل عقده وليها حلال يا فريده هانم، بس انا حبيت اوضح الامور من الاول. انا مش فاهمه حاجه ومش عايزه افهم حاجه خالص. انا كل يهمني دلوقتي ان سليم يخرج من المصيبه دي. ان شاء الله يا نسا. صحيح شهاده الشهود مش في صفه، وكمان تقرير الطب الشرعي المبدئي ضده، لكن احنا لسه في اول الطريق. يعني انت ناوي على ايه دلوقتي؟ ان شاء الله هحضر معاه التحقيق المره اللي جايه وربنا يسهل. على فكره احنا ما اتكلمناش في الاتعاب. ايوه بس حضرتك ما فيش مشكله في الاتعاب اللي حضرتك هتؤمر بيه، المهم ان سليم يطلع. يا استاذ ما لبستش يعني؟ عايز خلاص هبتدي، احنا لازم نكون اول ناس موجودين. انا مش عايز اروح انا يا حاج. انت تخلص خالص، مش عايز اسمع عايزه ومش عايز دي. انت تسمع اللي بقولك عليه وتنفذه وانت زي الجزمه القديمه. اتفضل يلا قوم البس وخمس دقايق تبقى قدامي هنا. يا حاج انت ازاي بس عايزني اروح؟ يعني اروح اقف عازل الواد اللي مات بسببي؟ اروح اخد عازل البت اللي انا موتها؟ تيجي ازاي يا حاج؟ حسك عينك اسمع منك الكلام ده تاني حتى بينك وبين نفسك. الاتنين اللي ما
ماتوا دول احنا مالناش دعوه بيهم نهائي، ولازم نقف ناخد اعزائهم كانهم اهلنا بالظبط. اتفضل، عايزك تلبس بدله وكرافته وتسرع شعرك المنكوش ده، عايزك تقف في العزا راجل، تبقى قد الواجب اللي انت رايح تعمله وقد الحزن على اللي ماتوا. ولعلمك الحزن ده لازم الناس كلها تشوفه في عينيك، فاهم؟ يلا يلا. كتر خيرك يا فريده، تحرمش منك يا حبيبتي، بكره الصبح انزل البنك اسحب لك الفلوس وسلمى توديهم لك. ايه الكلام اللي يزعل ده بقى يا طنط؟ هو انا مش زي سلمى وسليم ولا ايه؟ ربنا يعلم يا حبيبتي معزتك عندي قد ايه، بس دي الاصول. لو كان حصل كده مع سليم ولا سلمى كانوا هيعملوا كده، سليم نفسه لو حصل معاه كده كان هيعمل زي ما عملت. خلاص، وانا الفلوس دي اديتها لسليم، لا اديتها لك ولا اديتها لسلمى، هو لما يطلع باذن الله بالسلام هيديهم لي بنفسه. فريده انت والله العظيم ما هاخد منك حاجه يا طنط، خلاص. وبعدين ما انت عارفه سليم ابنك لا يمكن هينام وحد له عنده حاجه، ده مش بعيد يطلع من النيابه على البنك على طول. ترى يا سلمى صلي على النبي مال، قومي اعملي يا حبيبتي الفريده حاجه تشربها. لا يا طنط انا لازم امشي، اصل ماما مسافره عمره بكره ان شاء الله، ويا دوبك الحق اقعد معاها شويه. يا حبيبتي بقول لك يا فريده، وصي ماما تدعي لسليم، تدعي له في الروضه الشريفه. حاضر يا طنط، مع السلامه. ادعي له؟ ده لولا ان الدعاء على الناس جوه الحرم حرام كنت دعيت عليه لما شبعت. حرام عليك يا ماما، حرمت عليه عيشته هو واللي زيه. انت مش عارفه عمل فيكي ايه، ده كسر قلبك وكمان قتل قتله، ادعي له ازاي؟ سليم لا يمكن يعمل كده، انا عارفاه كويس، لا يمكن يأذي بني ادم. امال هما بيتبلوا عليه؟ وبعدين ده ظابط، يعني لا له في السياسه ولا ملوش ظهر وضعيف. وبعدين انا عايز اعرف منك حاجه، انت مهتميه قوي بالموضوع ده ليه؟ وازاي تروحي لهم وكمان عند المحامي؟ ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا ماما، ومفيش حاجه تستاهل ان احنا نتخانق عليها. ويا ستي لو كان على الدعاء خلاص ما تدعيش، ربنا بيسمع كل الناس جوه الحرم وبره الحرم، وسليم عنده ناس كتير قوي تدعي له من قلبها. ايوه يا ابني، خليهم يجهزوا لي العربيه انا نازل حالا. تعيش والجمل يا عم الحاج، مش هنتكلم في موضوعنا بقى ولا ايه؟ انت اتجننت؟ عارف لو فتحتني تاني في الموضوع ده قدام اي حد انا ممكن اعمل فيك ايه؟ وعزت جلال الله ادفنك صحي. طب انت بتقفش ليه يا عم الحاج؟ غور انت ارفعي دلوقتي. يلا انا خلص مع عم الحاج واكلمه. يلا وانت تامر خد شادي واديك لها. الله يلا الله، هو تامر بيه غريب ولا ايه؟
ده هو صاحب الليله كلها يا عم الحاج. تكون فاهم ان انت لو دراعي اقسم بالله انا وقت الجد ما حد هيعوشني عنك. ده انا غالي يا عم الحاج وربنا يخليك الاستاذ. عمري جيت اعمل الواجب برضه وافكرك بالاذن يا بهوات. بالاذن يا بالحاج. عجبكم اللي انتوا عاملينه فيا ده؟ عجبكم؟ فطر يلا. ايه ده يا ابني؟ انتوا قاعدين في اوتيل ولا ايه؟ شاي وقهوه وميه معدنيه. انت بقى سليم الانصاري؟